روحي جهزي وانا ناطرك هني. ازيك؟ انا لسه مش مصدقه ان انت قدامي. وانا بعد. ازاي ضنت كويس؟ الحمد لله بخير. انت شلونك؟ شلون اهلك؟ الحمد لله كويسين. انا هروح. ايه تفضلي. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا ماما، بس لسه يعني ما حصلش حاجة. هيحصل، مش قلتي إن مصطفى هيكتب الكتاب بعد بكرة مع أهله؟ يبقى خلاص من حقي بقى أفرح وزغرت كمان.